الوفد شاهد بالأرض عيون الوفد شاهد شوف الوفد بيها شوف الوفد بيها كون نتأسيب فعلها مو قدمت معنى الخوية صاح جارك ثم جارك ثم خاك بكل قضية جارك أخوك بكل وقت يا الغافل الهاي التفت بهذا الخبر بعد شقليت البيحة سيد البرية جارك وثم جارك ينادي عن وعي يحجيها جارك وثم جارك عن وعي وثم أخو ساعد عيون الوفد شاهد شوف الوفد بيها شوف خذت هواي مجال وهذا واكتفي بهذا البيت والسلام عليكم ورحمة الله.